تاريخ الناشئين كابتن امام محمدين. ازيك كابتن امام؟ كابتن اسامه، ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله، وحشنا كتير يا ابو الكباتن. انت اكتر. اولا بهنيك وبهني النادي الاهلي ببطوله الدوري. الله يبارك فيك يا كابتن. مجلس اداره كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته وكل القائمين على العمل في النادي الاهلي وجماهيره الكبيره، الف مبروك، وبطوله كبيره، وده الاهلي معودنا عليه دايما، يعني كل التوفيق للنادي الاهلي. الله يبارك فيك يا كابتن امام. اخر استعدادات قطاع الناشئين بانبي للموسم الجديد يا كابتن؟ اولا يا كابتن اسامه، انا بشكر حضرتك انه قناه الاهلي مش مخصصه شغلها فقط للنادي الاهلي، وهي طول عمرها كنادي راعي للبلد وللفرق الاخرى، سواء في التدعيم الفني او الناس بتاخد منهم كافه الاجراءات الاداريه والنظم. انا بشكركم طبعا على تغطيه المقاولين وامدي، وده اللي منتظرينه من النادي الاهلي، انه بيثنوا على القائمين على العمل، وده شرف لينا جنب نادي كبير زي النادي الاهلي. احنا في نادي امدي الحقيقه نظرا للظروف المحيطه بينا يمكن قللنا قطاع الناشئين شويه، دمجنا فرقتين في بعض مواليد 2001 و2002. تمام. زي ما حضرتك عارف انا بشتغل على منحى علمي شويه، انه فرقه 2001 و2002 هو السن الاولمبي اللي جاي، سواء على مسابقات الجمهوريه. تمام. او على الاشتراك في منتخبات مصر. فركزنا شويه، خاصه ان احنا بيبقى في فائض كتير عندنا في الناشئين في سن الفريق الاول او الانتظام في الفريق الاول. تمام. فاحنا فريق الشباب 99 و2001 في معسكرات. تمام. في مدينه الاسماعيليه. تمام. وعندنا 2003 و2004 طالعين معسكر بعد اجازه العيد. تمام. كل فرقه قطاع عملنا حوالي 46 خروج لمحافظات مصر لاستكشاف مواهب جديده وضمناهم للقطاع، عملنا اختبارات داخل النادي. يعني هو الشغل المعتاد، وبنجتهد السنه دي ان احنا نبقى منافسين شرفاء احنا والاهلي والمقاولين وكافه الفرق الكبرى وتدعيم المنتخبات وظهور لاعبين على مستوى جيد. كابتن امام محمدين دايما عينيه حلوه، دايما عينيه حلوه، يعني بيجيب صفقات ولاعيبه صغيره من سن صغير بيقول لا ممكن ده يكون نجم في يوم من الايام. يا ترى كابتن امام محمدين السنه دي في مواهب اكتشفها كده من خلال الاختبارات في المحافظات او في نادي انبي؟ والله يعني احنا واحنا صغيرين يا كابتن اسامه كنا دايما بنشوف الفائض في النادي الاهلي هو اللي بيدعم بيه انديه مصر كلها. في اجيالنا في الثمانينات كان النادي المصري، نادي الاتحاد، كل انديه مصر، ده بما يحوي من مواهب كبيره جوه النادي الاهلي. واحنا خدنا فلسفتنا من نفس الامر، مع الفارق طبعا اهداف النادي الاهلي بتختلف عن اهداف انبي. الاهلي المركز الثاني ليه بيعتبر فشل حقيقة. وده قيمته في البلد ودي ما حدش يختلف عليها، لكن احنا لينا منحة تاني خالص في المستوى ده. احنا مطلوب مننا ننافس في الناشئين بشرف وباحترام، مقدرين كافة الفرق الكبيرة، لكن عندنا منظومة عمل من مجلس ادارته ومن قائمين عليه، بندور دايما ان احنا نطعم من خلال موارد مالية. الحمد لله احنا لينا 7 8 لعيبة في النادي الاهلي. تمام. النادي الاهلي بيساعدنا فنيا وبيساعدنا ماديا من خلال اللعيبه دي، واحنا بنعتبر اهلي والزمالك وكافه انديه مصر احنا على السواء، لكن يمكن لقله الموارد وان احنا بنشتغل في شكل ثاني خالص غير الانديه اللي بتدور على بطولات شاركه في افريقيا وخلافه. لكن كل فرق انبي دايما يا كابتن اسامه فيها من موهوبين، واحنا عندنا الحمد لله 5 لاعبين في منتخب الشباب مع الكابتن ربيع. حقيقة. مجموعة كويسة وجيل مميز، أنا عارف النادي الأهلي في جيل 2001 عنده جيل مميز جدا. فيكفي إن في حوالي 16 لعيب من الأهلي وإنجي بس في منتخب حقيقة فعلا كابتن ربيع. تمام. طب أنا عايز نتمنى في المراحل السنية الجاية على كافة المراحل، يعني إذا كان إنجي السنة اللي فاتت حصل 4 5 بطولات ده ما بيقللش طبعا، لأن النادي الأهلي قام وعد قوة كبيرة جدا من الموسم الماضي، ودي حاجة كويسة بتسري المنافسة. تمام. وبنساعد بعض، لان كل ما المنافسه زادت يا كابتن اسامه زي ما حضرتك تعرف يبقى في اجيال مميزه هتكسب الكره المصريه، وده الهدف من المسابقات او مسابقات الناشئين في الغالب يعني. طيب كابتن امام، السنه اللي فاتت الفريق الاول بنادي انبي مر بظروف صعبه، السنه دي بقى في تنسيق ما بين مجلس الاداره، وانت بتتكلم عن دور مجلس الاداره السنه دي ودوره المهم مع قطاع الناشئين، الاعتماد على فعلا قطاع الناشئين بانبي عنده مواهب، هل هيتم الاستعانه السنه دي ببعض العناصر من قطاع الناشئين عشان نادي انبي ما يحصلش عنده اللي حصل السنه اللي فاتت مع الفريق الاول؟ اعتقد الكابتن علي ماشي بخطه كويسه.
كان معاه في فتره الاعداد حوالي 13 لعيب من قطاع الناشئين مواليد 87 99 2000. برضه اشتغل في صفقات كويسه، جاب اربع خمس لعيبه امبارح او اول امبارح. اعتقد علي ماشي بخطة ثابته السنه دي، واحنا اتعلمنا من الدرس السنه اللي فاتت. تمام. مطلوب مننا ان احنا نعمل موسم طيب، ممكن نبقى بعاد عن المنافسه نسبيا، لكن الاهداف بتتغير مع الوقت. اعتقد نادي انبي هيبقى في مكانه كويسه السنه دي، افضل من السنه فاتت، ويرتاح بدري ويحط نفسه في مكانه كويسه. انت بعت لعيبه في اوقات حرجه لان ما كانش عندك موارد. تمام. السنه دي الامور متيسره بشكل جيد شويه. منظمين اكثر من الاول، استوعبنا الدرس اللي فات. ان شاء الله هنقدم موسم على مستوى الدرجه الاولى، وهيشترك شباب كتير من الناشئين عندنا بخلاف الاعراض. انت عارف طبعا يعني النادي الاهلي لما عمل اعراض في الخارج اكتسب زي ما بيسموها جيش تاني وجيش ثالث في الخارج. فما بقتش القصه زمان بيفقد. فانا طبعا دي من الحاجات اللي بنكتسبها برضه من اداره النادي الاهلي. برضه بدانا نعيد بعض اللعيبه لاسوان والانديه من الانديه الصغيره. مهم جدا الاعراض دي يا كابتن امام. مهمه جدا الاعراض دي. طبعا. هايله هايله. فكره ناجحه. النادي الاهلي يمكن عشان اسم كبير وبراند كبير بيلاقي تسويق افضل شويه، والانديه كلها عارفه قيمه اللاعب اللي بتربى في الاهلي. نفس الكلام بقى، ان احنا برضه ذات مستوى، الناس بقت تبص الناشئين هندي انهم بيطلعوا بيلعبوا فريق اول وبيمثلوا يعني النهارده الحمد لله ببارك لك طبعا على مجدي قفشه. وهو حاجه فعلا محترمه جدا. ابنك مجدي قفشه يا كابتن امام. مجدي بقول لك مجدي قفشه ابنك. اعتقد انه هيضيف كتير للنادي الاهلي. ان شاء الله. عايز اخد راي كابتن امام محمدين في الغاء بطوله 97، كنت افضل استمرار هذه البطوله لمده سنه كمان ولا الغائها افضل يا كابتن امام؟ بص يا كابتن مسامع، انا هاخدك على الخريطه الدوليه بتاعت المسابقات. تمام. المفترض ان احنا في سن الناشئين ده السن ما يتعداش 21 سنه. تمام. يعني ده صعب قوي ان اللعيب يفضل لغايه 21 سنه وبيلعب ناشئين. انا ضد فكره كده. والا تقول لي من 3 4 سنين في المجلس الاداره السابق لغى الناشئين في سن 19. انا المهندس محمود الشامي والاخوه اللي كانوا معاه لغوا مسابقات الناشئين في سن صغير. 97 هيلعب 22 سنه باي هذا. الا اذا كنت انت بتعتبر يا كابتن اسامه بتحافظ على موارد فنيه عندك. يعني ممكن تكون اهداف النادي الاهلي في الجانب ده ربى جيل عظيم وعنده 15 لعيب مميز. ومش قادر يفرط فيهم ولا اللوائح بتخدمه انه ياخد حق رعايه فيهم او ماديات. فهو ممكن يدور على الفكره لانه فائد عناصر كتير اذا عرف النهارده يمشي احمد حمدي. تمام. وريان واكرم في اخرين هيغدروا منه وهيروحوا انديه بلا قيمه ماديه مع ان اللي صرف واللي تعب النادي الاهلي. صح. يبقى كان لازم يعني على اتحاد الكره يا كابتن امام لازم ليها رؤيه مستقبليه. ايوه يبقى كان لازم اتحاد الكره يخطر. صعبه كبيره قوي يعني. تمام. يبقى كان لازم اتحاد الكره يخطر الانديه من بدري بالخريطه المستقبليه بتاعته. وانت دلوقتي بتتكلم عن مجدي قفشه يا كابتن امام، عايزك بقى تقول لنا النجوم اللي كابتن امام محمدين طلعهم لكل انديه مصر وكمان منتخبات مصر، المنتخب مصر الاول ومنتخبات الناشئين، اللعيبه اللي ظهرت على الساحه. احنا بس في السنتين ثلاثه اللي فاتوا يمكن سوقنا حوالي 13 14 لعيب للنادي الاهلي ولنادي الزمالك بخلاف بعض الانديه الاخرى. يعني احنا من مثال مثلا النادي الاهلي في صالح جمعه وحمدي فتحي وعلي لطفي واكرم توفيق وصلاح محسن وقبلهم بقوف وحاليا مجدي قفشه اخر المستجدين. النادي الزمالك نفس الكلام، واخد بقى مجدي وابو جبل ورفعت وكهربا والشامي واسامه ابراهيم وعبد الله جمعه، كل دي اسماء كتير. والاجيال اللي قبل كده تم تطويرها في النادي وبيعها والاستثمار فيها عشان نقدر نصرف على النشاط الرياضي بتاعنا كنادي. تمام. كل التوفيق للكابتن امام محمدين رئيس قطاع الناشئين بنادي انبي. ما شاء الله عامل شغل كبير جدا مع قطاع الناشئين انبي. كل الشكر لكابتن امام. شكرا.